الخير. الصبر والإصرار والجهد خلطة نجاح لا تقهر، لأن الحياة أكيد رح تكافئك، بس ما تسأل أي متى. مش دايماً مطلوب تبذل أقصى جهدك، بس لازم دايماً تعمل المطلوب منك. إنه تكون قائد لحياتك يعني إنه عندك بعد نظر وجرأة لتمشي بطريق وما تشوف إلا نقطة الوصول لو مهما كان في حواجز بطريقك. وحدك الليلة مع عاصي الحلاني. إذا اعتبرتيني قائد، مني قائد ديكتاتوري. بعملي مين بيحاسب عاصي الحلاني؟ بيحاسبه جمهوره. خافي من الجبان، دايماً النقد اللي إله نياب ما بحبه. كل شيء بأمي وبي الله يرحمه بشتاق له، كل شيء بده واسطة إلا أنك تخلي الناس تحبك. الفقر هو بالعقل. لا تغريني السياسة ولا أطمح بالسياسة، ولكن يستفزني ما يحصل في الشارع. أنا بالفولكلور خليت الجيل الجديد والشباب والصبايا بالنايت كلاب يسمعوا الفولكلور ويحبوه. طالما أنا عم بعطي مجتهد ومسابر، ما بتصور في حدا قدر يشيلني. مثل ما كان في منافسة بين المشتركين، كان في منافسة بين المدربين. لو ما كان التميز صعب كانوا كل الناس تميزوا. الكمال مش موجود، بس السعي وراء الكمال أكيد بميزك. عاصي تميز لأنه ما قبل بالقليل. عاصي، أنت شخصية بتركيبتها خلقت لحتى تكون شخصية ناجحة، يعني تملك المواد للنجاح، يعني تملك الحس القيادي، ذكاء الاختيار وتحمل المسؤولية. يعني كان محتم أنه يكون محمد الحلاني ناجح من دون عاصي. لكن النجاح ما بيجي يعني بالصدفة، لأنه اليوم ممكن يكون واحد ناجح ولكن يستمر بالنجاح هون الصعوبة. هلأ في البعض بيقولوا أنه الحظ بيلعب دور، بس كمان بنفس الوقت أنا بقول أنه الحظ هو بيلعب دور لمرحلة معينة أو لوقت معين. أكيد استغليت الحظ اللي إجاني بداية انطلاقتي، ولكن ما بتقدري تنجحي وتستمري إلا إذا كنتي أنت مسابرة. أنا بدي أحكي شوي عن تركيبة الشخصية، يعني لأنه الشخصية القيادية عادة بتحب التحكم، بحب بكل الأمور حولها. يعني أنت شخص تتحمل المسؤولية، وأنت شخص قائد، قائد في منزلك، قائد في عملك. هيدي بتجي بتركيبة بجينات الإنسان. يعني القائد لا يحاسب. قائد على قدي. في محيطك. على قدك، بس القيادة هي طبع. من يحاسب عاصي الحلاني؟ القائد في منزله، القائد في عمله. مين بيحاسبني؟ أنا مني، إذا اعتبرتيني قائد، مني قائد ديكتاتوري. ما أنا بدي أوصل لهون. أنا قائد ببيتي. هل أنت ديكتاتوري؟ هل تقبل أن تحاسب؟ هل تقبل أن يراجعوك؟ ولا أنت لا تتفرد برأيك؟ أنا بعطي رأيي، ولكن بمشورة بيني وبين زوجتي وبين أسرتي وبين يعني طبعاً إذا كان في شيء أنا مقتنع فيه بصر عليه، ولكن طبعا مني بطريقه ما بصر بطريقه يعني ديكتاتوريه مثل ما قلت لك. وبعملي مين بيحاسب عاصي الحلاني؟ بيحاسبه جمهوره. حلو، يعني حلو هيدا الشيء. انا بالنسبه لي ما حدا بيحاسبني بعملي وبعطائي وبفني وبكل شيء بقدمه الا الناس اللي هي الى الفضل الكبير بوصولي لهيدا المحل اللي انا فيه. ليش انت دائما بحاجه للاحاطه؟ يعني قليل لنشوف عاصي الحلاني لوحده، انت دائما محاط باصدقاء او محاط حتى بمرافقين. هل بتخاف تكون لوحدك؟ هل بتتجنب تكون لوحدك؟ ليكي انا بطبعي بالاساس بحب الناس، يعني ماني من النوع اللي بحب اكون لحالي. يعني اذا ويمكن انت بتعرفينا صرنا في صداقه مع بعض اكثر من عمل يعني فأنا بطبعي بحب الناس وبحب الرفقة، بحب أصحابي دايماً معي دايماً. يعني يمكن إذا بدي أطلع أتعشى بيكون معي مجموعة كبيرة، إذا بدي أتغدى معي ناس، إذا بدي يعني ولكن هم أصدقاء، يعني هم رفقة بالنسبة لي. شو اللي بينقصك لحتى تحب الناس هالقد؟ بنفس الوقت
لكمل على سؤالك الأساسي، إنه هل بتخاف؟ ما بخاف، يعني ما بخاف إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن دائما الإحاطة مطلوبة، إنه تكون معك حدا. طب عندك مرافقين، كأنك أنت تطلب الحماية، تطلب الحماية من مين؟ من جمهور؟ كل إنسان معرض لا 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 يحصل معه، إن كان فنان أو غير فنان، وخاصة اليوم أنا يعني كفنان أكيد معرض إنه يحصل معي أي إشكال أو أي، يعني بدي معلش بدي أقولها، يعني خلقونا أمن، خلي يكون في عنا أمن فعلا حقيقي وفعلا بيحمينا، يعني إحنا كل شغلنا بالليل وكل ظهراتنا بالليل بحكم شغلنا، يعني مش ظهراتنا بالليل. طب بنهار بنهار في بودي جاردز؟ بقلك شغلي صدقيني، لا أنا بالنهار بطلع لحالي على النادي وبروح لحالي أوقات مع عائلتي، يعني مش من النوع، بس دائماً الليل بحس إنه لازم يكون معي حدا، يكون معي، مش لأني بخاف، بس ما بتخاف؟ الـ 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 أنت عادة ما بتخاف؟ دائماً خافي من الجبان، خافي من الجبان، لأنه اللي بيغدر هو الجبان، وهيدا بدك تكوني واعي لإله بأي لحظة. أنت فارس وتشبه نفسك بالخيل، بدك أنت تقلي شو صفات الخيل ولا بدك أنا أقول لك شو صفات الخيل؟ اللي أنت الخيال، اللي شو صفات الخيل اللي أنت بتشبهها فيها؟ يعني أنا بشوف بالخيل هيدي عزة النفس، بحبها أنا لما بكون عم مارس هواية الفروسية، بحس بهيك بعنفوان. وأحلى ما في صفات الفارس هو النبل وأخلاقه والوفاء كمان، والوفاء. بس على فكرة في شيء عند الخيل، ما بعرف إذا عندك موجود كمان، إنه أوقات بيترك صاحبه بفل حتى لو زعل منه من دون أي سبب، هل هيدا الشيء موجود بطبعك؟ إذا كان أصيل ما بيتركه، الخيل الأصيلة ما بتترك كصاحبها إلا إذا كان خيل مبندق. يعني أنت ما بتنقلب أبداً على ناسك، ما بتنقلب ولا مرة. نحن أصايل يا ست شنطة. لا طبعاً ونعمل أصل. ما بتنقلب ولا مرة على ناس، يعني ما عندك طبع أنك أنت بتقرب وفجأة بتحس أنك أنت ما بقى بدك تكفي مع هؤلاء الناس، بتتركهم وبتمشي؟ ما بحياتي طلعت من حدا بطريقة يعني فجأة أو أبداً، ولا بحياتي حدا أثر علي لحتى أكره حدا أو أترك حدا، يعني كصديق أو حدا بتعامل معه، إلا حتى أنا أتأكد بأنه هذا الشخص فعلاً هو مش وفي، أو هو فعلاً منه أهل لكون أنا صديق لإله أو كون أنا وياه إيد وحدة. عاصي، هل تحب الإطراء؟ بستحي، خجول، يعني لما حدا بيعطيني إطراء بستحي، بفضل لما يعطيني أحلى، بيريحني أكتر. تتلبك يعني شو بدك؟ يعني بتلبك، بقول لك بستحي، خجول لما حدا بيعطيني إطراء أو بيمدحني يعني خجول. طب بس بيقولوا عنك، يقال إنك بتحب تسمع بس اللي بيعجبك، وتستفز بسرعة إذا حدا وجه لك شيء هيك، أي نقد، أي يعني تعليق، هل هذا الشيء صحيح؟ ما بعرف مين قايل لك هالخبريه، بس ما انه يعني انا من النوع اللي اذا يعني حدا انتقدني باخذ وبعطي، يعني بضل بشرح لحتى اوصل لنتيجه، يعني اذا كان فعلا نقد بناء، اذا كان نقد بناء، وانما انا دائما النقد اللي له نياب ما بحبه. يستفزك هذا الشيء؟ يعني ممكن بسرعه تطلع عن 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 له نياب، يعني انا بشبه النقد الغير بناء اللي هو بجرح، كلمة صغيرة، مش نقد، كلمة صغيرة هيك ممكن تستفزك وتولعك؟ لا لا لا، بالعكس، يمكن من زمان، من يعني من أكثر من 15 سنة يمكن كنت، ولكن هلا الحياة والخبرة والنضج علمني إنه أكون مستوعب أكتر. لا تتقبل الخسارة أم تتقبل الخسارة؟ بالعكس، أنا مثل ما بعتبر في نجاح في خسارة، ومثل ما بعتبر في نجاح في فشل. هل تعترف أصلاً أنك أنت بتخسر؟ يعني بتقول أنا خسرت هون وربحت هون؟ ما هيدي دايماً بعد زمن بتصيري تقيمي حياتك وأعمالك اللي قدمتيها، هون كان النجاح أكتر، هون كان الفشل أكتر، بس بلحظتها إذا فتت أنا ماني من النوع اللي بحكي عن الفشل بوقته.
يعني ما يعني اذا اليوم انا قدمت عمل وانا مش راضي عنه ما بيجي بقول على التيفي على التلفزيون او بالمجتمع ليش؟ مع الاصدقاء انه هيدا العمل انا ماني لا لا ليه؟ لانه بحس في ناس يمكن راضيين عنه فما بحب بس رايك انت اذا انت جزء من هذا العمل مش رايك هو كمان لازم يمكن بعد فتره طويله او بعد زمن او بعد وقت ما يمرق بقيم العمل اللي قدمته او الاعمال اللي قدمته بقول هيدا كان احلى من هيدا يعني بيقولوا اصلا اذا ما غلطت يعني معناتها ما جربت اشياء جديده بحياتك يعني اساسا اول تجربه هل غلطت كثير طيب بسبيل التجربه يعني انت شخص كثير الاغلاط بس لانك انت بتحب تجرب اشياء جديده اساسا اول تجارب بالنسبه لي بالفن كانت فاشله يعني انا بسنه 86 قدمت عمل بسنه 87 شوفي من اي مدى كنت ببلش بال 87 ل 88 لقدام بتاع سيدو الفن ونجحت وكانوا كلهم هيدا ما حدا كان ولد لو كان بس كان دائما كل فشل يعلمني اكون مثابر اكثر واجتهد اكثر لحتى اجرب انجح مشان هيك قلنا يعني لك بالبدايه انك انت خلقت لتكون ناجح لانك ثبرت لا قال لك لانه ما بيأس من الفشل انا يعني ما بعتبر الفشل هو بخليني ييأس بالعكس هو حافز ليخليني كون عم بعطي اكثر وعم بجتهد اكثر لحتى اجرب اني انجح. اخر خساره خسرتها ما في شيء معين هلا بالحاليا يعني. شفت انك ما بتعترف بالخساره لانه ما في خساره لانه ما في خساره يعني مؤخرا عاصي انت شخص كريم ومعطاء وكل اللي حواليك بيعرف هيدا الشيء وبتعطي اللي حولك قديش بتتوقع او بتنطر من الناس اللي انت بتعطيهم ما بحياتي نطرت ولكن الاوفياء كثار بهالزمن اللي عايشينه يعني ما مش انا ضد البعد في ناس بيقولوا انه وصلنا لزمن يعني ما بقى تلاقي في صديق او ما بقى تلاقي في وفي انا بالعكس انا بعتبر انه بالعكس في كثير اوفياء وفي كثير ناس بي 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 بيستاهلوا تكوني حدهم وتوقفي حدهم فبس انا ماني من النوع اللي لما بعمل شيء بنطر ليرد لي اللي بعمله بكفي انه يكون وفي بمحبته لإلي في أشخاص وما تزعل مني بيعطوا في سبيل الزعامة هل أنت واحد منهم؟ لو أني مرشح حالي على نيابة لا لو أني مرشح حالي على على فكرة الزعامة ما خصها بس بالسياسيين الزعامة طبعا لا هو عادة قيادة يعني عادة نعرف عن الزعيم هو سياسي أو هو يطمح إلى أن يكون سياسي الزعيم الفني عاصي الحلاني هل بحس أنا أنه بحب يعطي ليكون أنا كفنان ماني بحاجة لأعطي ليحبوني العالم لأنه العالم أوريدي بحبوني لأني أنا عم قدم فن صادق وعم قدم فن راقي وعم قدم فن مستوى لايق بزمن اللي بتلاقي الفن صار قليل مع احترامي للكل يعني اليوم نوادر بتلاقيهم عم يقدموا فن فعلا فن صادق في سبيل الفن الجميل يعني لا تسعى إلى الزعامة يعني يمكن أنا زعيم بفني من دون ما أكون زعيم عم بسعى ولا وراء إنه يمكن أنا بعملي وبعطائي وبالفن اللي بقدمه زعيم بهذا المحل مش ضروري يكون أنا لا سياسي ولا نايب ولا أي شيء لحتى أكون زعيم وبتحبني الناس فهيدي زعامي إذا بدك زعامي مش فنية مش مدفوع حقها يعني في البعض لحتى يعملوا زعمة بيشتروا البسطة يعني بصير يدفعوا فلوس في حق في سبيل شراء بعض الناس لحتى يعملون زعمة لحتى يعطولون يا معلم ويا زعيم ويا كبير ويا مدري شو نحن محبة فينا وبفن بالفن اللي عم نقدمه بعطاءاتنا الناس حبتنا وعملتنا زعمة وعملتنا فنانين وعملتنا سموني فارس وسموني زعيم وسموني قد ما بدك ألقاب ولكن إذا بتجي لإلي اللقب الأحب إلى قلبي هو عاصي الحلاني لأنه أنا برأيي ولا بحياتها المناصب صنعت إنسان ولكن الإنسان هو من يصنع المنصب فأنا بعتبر أنه من خلال موقعي كفنان وكفنان صادق وعم أقدم من كل قلبي بحس حالي أهم من أي زعيم وأهم من أي لقب ممكن هذا الحلاني بيفوت من الباب بتحكم عليه من طلته هيلته الحاضرة صلابة قوة بس لما بفل من الباب مش ممكن ما تحكم عليه إلا من قلبه
حاسي بيقولوا الوقت ما بيغير طبيعة الإنسان، بس بيساعده يعرف أكثر هو مين. يعني ما اكتشفت كتير إشياء على الوقت بحالي، بالعكس الوقت ما غيرني، ضليت أطباعي هي هي، وبصير في نضج أكثر. سبق ممكن تعرف تتعامل حتى مع حالك. طبعا أكثر. لأنه يعني لما بيكون واحد عمره 18 سنة مش مثل واحد عمره 40 سنة، يعني أكيد بيفرق. أكيد. غير بغض النظر عن العمر، كمان في شغلة كمان بدي ركز عليها، أنه العمر مش كل شيء، الخبرة بالحياة وقد أنت بتستوعبي، قد أنت بتتعلمي. لأنه بعتبر أنا كل ما أكبر يوم بتعلم إشياء، كل ما أكبر يوم بتعلم وبستفاد. أنا من النوع اللي كتير بحب أني أتعلم بعمر صغير، يعني ما بوصل لمحل تغلبنا. بس نكبر نتعلم السيطرة على طباعنا. طبعا بيكون عفوي أكتر الواحد، بيكون يعني عنده الحماس أكتر، ولكن بس يكبر الواحد بصير في نضج أكتر، بصير يعرف يتعامل مع الأشياء أكتر. يعني شو في أشياء هيك عبالك لو ضلت عم بتروح مع الوقت بكاركترك بطبيعتك، عبالك لو بتضل بعصي من 20 سنة كشخص تقول يا ريتني بعدني هيك؟ انا ماني من الـ من الـ من, الـ من الناس اللي تغيروا كتير للحقيقه. يعني كنت كتير اذا بدك ما كان عندي طولة بال، مشكلجي تغيرت، مشكلجي كنت مشكلجي تغيرت، وهودي اشي حبيته انه تغيروا. يعني كنت عصبي اكثر، كنت من الا شغله اي شغله صغيره تحصل معي كنت اعصب ونرفز وصير ستريسي. هلا بالعكس صرت باخذ الامور، حتى اللي بيكونوا معي بعصبوا بقول لهم روقوا. عاصي شو بتحن اليوم؟ لشو بتحن أكتر شيء؟ يعني إذا بدي في لحظات بالماضي بتحن إلى قهوة أمي ولا رارا. الله يرحمها. لكل شيء بأمي بحن له، لكل شيء بأمي وبي الله يرحمهم بشتاق له، لهودي الأشياء اللي فقدتهم ب يعني من 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 وع يعني من أنا وولد لغاية اليوم. بتشكر ربنا إنه على كل النعم اللي أعطاني إياها وعلى النجاح اللي أعطاني إياه، لأنه أنا بعتبر طبعاً لو قد ما نشتغل إذا ما كان الرب معك ما بتقدر. يعني الحمد لله أنا كنت مسابر وعم بشتغل، ولكن بعتبر رضا أهلي ورضا ربنا علي هو السبب الرئيسي والأساسي في نجاحي بأي محنة أي. يعني دائماً هيك عندي كلمة معودة من أنا وولد، يا رضا الله ورضا الوالدين، دائماً بقولها. عسي قديش في مساحة لولد صغير بعيلة بتضم 13 فرد إنه يتميز؟ يعني اليوم أنت إنسان مميز، يعني أنت اليوم ستار، يعني بيكون في شيء أكيد من بداياتك مميز بالبيت. طبعاً لما بتكون في ولد وولدين وثلاثة بالبيت كل واحد بياخد حقه، بس لما بيكونوا 13 ما في لك مساحة كبيرة. كيف كنت عايش هيدا الشيء؟ هل كنت حالي مشان يميزهم؟ ما هيك كيف أخذت حصتك من التميز ببيت فيه 13 فرد؟ نحن صحيح 13 بس عشنا ما عشنا كلنا مع بعض، لأنه كانت كل مرحلة ناس. يعني أنا من الجيل الآخر، فأنا بوعى كانوا يعني تقريبا معظم اخواتي الصبايا مجوزين ما كانوا عايشين معنا بالبيت. عشت بالبيت اكثر شيء انا واخواتي الشباب، يعني كنا ثلاثه وبنتين. قديش اخذت اهتمام؟ قديش اخذت؟ قديش انت كنت فارض نفسك كانسان مميز كولد مميز ببيت اهلك؟ انا من انا وصغير بحب الفن. يعني اذا خمس سنين ست سنين سبع سنين بحب الفن وبحب الدبكه، بحب الفولكلور، بحب المسرح. فأنا كنت دايماً يعني وين في سهرة وين في حفلة وين في، ودايماً بالبيت الموسيقى على صوت عالي، لدرجة إنه ما خلي إخواتي يدرسوا، اتقاتل مع بي أكل بهدلة أرجع بس يطلع من البيت نفس القصة، علي يطلعوا الجيران من تحت إنه موسيقى ودبيك وفز، وكون عم بتعلم دبكة مثلاً أنا. يعني دبكت على رأس الناس لتعلمت الدبكة. إيه يعني يطلعوا الجيران من تحت إنه صرعنا اكل علقه من بيي، بس يرجع يفل بيي من البيت رجع نفس القصه. يعني لا صار عمري 15 سنه بعدين دخلت على المعهد الموسيقي لحالي بدون ما يعرفوا اهلي. كمان كان بالسر كنت تهرب من البيت كرمال هذا؟ كنت اهرب من البيت لروح اوقات اهرب من المدرسه لروح اتعلم عود، بعدين صرت ندمان للحظه انك ما كفيت علمك؟
تعلمت الشيء اللي انا بحبه، ما ندمت، يعني ما ندمت انك ما عملت اختصاص الى جانب، يمكن ما كان فادني لانه ما كنت حانجح فيه، وما فادني كان بمجال اللي انا دخلت فيه هو الموسيقى. فانا رجعت درست يعني عملت اختصاص بالشيء اللي انا بدي اياه. هلا طبعا اهلي بهمهم كنت اعمل مهندس، اعمل حكيم، مثل كل الاهل، مثل ما انا بحب يعملوا اولادي. هلا انا بدي احكي عن اولادك، انا بدي اقول انه في عندك ثلاث اولاد الله يخلي لك اياهم، ثلاثتهم مميزين. شوي عم شبه اللي عم بيصير مع ماريتا بنتك باللي كان يصير معك، يعني اليوم ماريتا هي عبالها تكون فنانه وانت عم بتعارض هيدا الشيء، ليش انت تعارض الفن بالنسبه لماريتا؟ واذا بدي طول سؤالي شوي، ليه هل وليد ايه اذا بده يغني وماريتا لا؟ لا ما قلت انا وليد ايه وماريتا لا، عم بسال انا بدي تكفي دراستها، لانه الفن هو سلاح ذو حدين، او مجال مجال الفن. يعني يمكن انا نجحت، في كتار غيري اصواتهم حلوه وبيستاهلوا وما نجحوا. خوف عليا يعني؟ يعني انا بستوديو الفن لما كنت ب 88 كان معي مجموعه كبيره من الشباب والصبايا اللي هن بيملكوا اصوات نادره، اللي استمروا نجحوا قليل. وانا بتذكر انه في كثير منهم كانوا لما كنا عم نقدم على استوديو الفن كانوا عم بيعملوا اختصاص، كانوا بالجامعه واجوا عملوا قدموا البرنامج ونجحوا وتركوا الجامعه وتركوا. بس هي بي عاصي يعني الحلاني، هن ما كان بين عاصي الحلاني، لا ما بتساعدها. كل شيء بده واسطه الا انك تخلي الناس تحبك. يعني الفن، فهيدي كنا عم نحكيها قبل شوي كمان، انه اليوم لما الناس بدها تحب فنان بتحبه على فنه، على عطائه، على مؤهلاته، مش عم بتحبه لانه بيه فلان ولا امه فلانه. فكل شيء بده واسطه الا الفن. انا برايي انه تخلص الجامعه وتتخصص ولكل حادث حديث. طب وليد نفس الشيء؟ نفس اكيد. ما في تمييز يعني عندك بين اكيد لا بنت وشاب؟ لا اكيد لا، ولا شيء عاصي بولا شيء بكل اختياراتهم انت لما بتربيهم صح لاولادك بتبطل تفرقي بين البنت والشاب، بس لما بيكون في عندك شك بالتربيه بتصير تخافي على البنت اكثر. ولكن انا محصنها وعارفين كيف مربيها، كان لماريتا وكان لدانا وكان لوليد. مين يشبهك اكثر، دانا، ماريتا ام وليد؟ بكاركتيرك مش بالشكل. بيقولوا ماريتا بتشبهني كثير بعقلها، يعني بتفكيرها. عادة اللي بيشبهوا بعضهم بيتخانقوا كثير، هل بت لا لا ما بنتخانق ولا مرة تخانقت أنا وياها، لأنه كثير يعني بتفهم اللي بقول لها إياه، وكثير بتقدر خوفي عليها، خوفي على مستقبلها. وليدي بيشبهني بالتقاليد إذا بدك، يعني موضوع الخيل، موضوع الضيعة، موضوع الأرض. ودانا؟ دانا جامعة بين أمها وبيني. دانا قلبها كتير طيب، وهي إذا بدك هي الفرح بالبيت. يعني الله يخلي لك اياهم عاصي. دانا لما بتكون بالبيت بتلاقيها هيك خالقة جو من الفرح، وبعدين ما في اوصف لك قد ايه دانا خدومه. طيب شو مشاكل هيدا الجيل؟ يعني انا ام وبعرف، شو مشاكلك مع هيدا الجيل اليوم؟ شو اعتراضاتك على ابناء الجيل اليوم؟ ما عندي مشاكل مع ولا جيل. اعتراض ولا انا مع مقوله بتقول لا تكرهوا اولادكم على اخلاقكم لانهم خلقوا لزمن غير زمنكم، هي طبعا قول للامام علي عليه السلام. طبعا. بعدين سبينوزا بيقول، بيسألوه كيف بتعلم، اللي هو أبو التربية العالمية، بيقولوا له كيف بتعلم أولادك؟ قال لهم بتعلم منهم كيف علمهم. بيرجع جبران بيقول أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة. فيعني شوفي هذا القول من 1400 سنة. أنا كان بدي أسألك شو تعلمت منهم. أنا هذا بدي أسألك شو تعلمت منهم هلا، يعني أنت شو علمت؟ بتعلم منهم كيف علمهم. عاصي قصة الحب قد إيه بتعيش؟ قد إيش باقي منها بينك وبين زوجتك كولات؟ إذا ما في حب ما في حياة، ما في استمرار. هل يدوم يعني الزواج بالحب ولا بالخوف من خسارة وضع العائلة، الاستقرار العائلي؟ قديش بيمرق الحب بمشاكل، مطبات، ومن يسند بيتك؟ لا يستمر الزواج إلا بالحب، وإذا ما في حب أي أقل مشكل بيصير بالبيت
بينتهي. يعني مش الولاد بده بيخلوك، مش بالعكس. مش العائله، مش الخوف. لا 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 لا, لا. وين بزماننا هلا ليش تنفترض لا سمح الله انه انا انفصلت عن زوجتي؟ ليش بدي؟ لانه ليه يعني ما عم بفهم انا انه كرمال الاولاد. بالعكس انا مع زوجتي لاني انا مقتنع. بس انا بعتبر ما بيستمر الحب الا ما يكون في حده الاحترام. انت قديش بوقت المحن؟ لانه بوقت المحن ما بنعود بنفكر بس يعني بنزعل. بوقت ما انت بتكون فيها بقمه غضبك، قديش انت بذلت مجهود لحتى تحافظ على هيدي المؤسسه اللي هي بيتك؟ قديش انت اليوم انت كمان شخص معرض؟ يعني اليوم انت بتقول كولات عقلها كبير، بس انا بدي اعرف انت قديش بذلت مجهود في سبيل انجاح بيتك؟ هلا كنتي عم تقولي لي انه معرض، اكيد انا ماني قديس نازل على الارض، كل انسان منا بيعصب وبيطلع خلقه وبيوصل لمرحله بيزعل وبيصير بعض الاحيان مشاكل بالبيوت طبعا. يعني ولكن هيدي لازم تضلها ضمن البيت. يعني لما بتزعلي مع شريك حياتك او مع زوجك او يعني هيدا الشيء اكيد كل انسان معرض، مثل ما بتزعلي اوقات مع ابنك او بنتك، مثل ما بتزعلي اوقات انت وبيك وامك، بيصير اوقات بعض الامور بتكونوا بتختلفوا على وجهات نظر، بتزعلوا من بعض ولكن بترجعوا لانه انتم شو بتعمل؟ اللي شو بيربطكم لتخلص الموقف طيب؟ اللي بيربطكم اكبر يعني انا اللي بيربطني بتصالح بتراضي بتطبطب بتدلع بتزعل شو بتعمل؟ لو مهما يصير مشاكل ولو مهما يصير ردات فعل بعض الاحيان مني عصبيه او ان كان انا وان كان كوليت، بنفكر بانه انا بالنسبه لي بفكر انه اللي بيربطنا اكبر بكثير من هيدي رده الفعل او اكبر بكثير من هيدا المشكله التافه اللي هو بيكون سطحي. مثل كل تتنازل عاصي تتنازل لكوليت اذا كنت انا الغلطان اكيد. كيف بتحدد اذا انت الغلطان؟ اذا كنت ما هو دائما بيعرف حاله الغلطان، ما في حدا بيغلط ما بيعرف انه غلطان. انت اكثر تغلط والا لو ما بعرف حالي اني غلطان انا ما كنت اليوم عم تقولي لي انت انك ناجح وخلقت لتكون ناجح. اللي بيعرف غلطه وين هذا الانسان اللي بيكون ناجح. تغلط كثير مع كوليت؟ لا بالعكس، لو بنغلط كثير ما كنا استمرينا. يعني حضرتك بتعرفي وكل الناس بتعرف وحياتي ما انا كثير بعيده عن الناس، انا بالعكس بيتي وقلبي مفتوح لكل العالم، فانا ماني من النوع اللي عنا مشاكل، بالعكس يعني حياتنا مستقره جدا. وانما اذا بعض الاحيان انا غلطت بعتبر طبيعي اني انا كون البادي بالاعتذار او بالصلح، واذا كانت هي الغلطانه كمان لازم هي تكون تعرف انه حالها انها غلطانه وتصلح الغلط. مين إذا اكثر؟ هاي ما في عنا غلط كثير لحتى نقول مين اكثر، ما بدي اقول حدا اكثر لانه نحن الحمد لله بلا حسيده ما في مشاكل كثير، وما في مشاكل مش ما في مش كثير يعني ما في مشاكل، بالعكس حياتنا مستقره والحمد لله لغايه اليوم كل شيء الحمد لله. الفنان الحقيقي دوره أكبر بكتير من فنه ورسالته أبعد وأكبر من مساحة وطن بكاملة. عاصي دون أن تختار ولدت فقيراً، وقبل ما تدرك هذا الشيء غلبت الفقر والظروف المعيشية الصعبة، وأنت اليوم سفير النوايا الحسنة لتحسين الأمور المعيشية وطبعاً تحت شعار عيش لبنان. بدي انعكاس هذا الشيء بين ظروفك السابقة وبين الوضع الحالي اليوم، قديش مهامك بتشبه الظروف اللي عشتها أنت؟ أول شيء الفقر هو بالعقل مش بالمادة ولا بالحياة المعيشية، فقر ظروف الحياة يعني. لكن أنا طلعت من بيت متوسط الحال أو مدون إذا بدك، بس ولكن ما بحياتنا ربينا ببيت أهلي
عزنا اي شيء وما ما 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 نونا اياه، يعني رغم كل امكانياتهم الضعيفه او القليله كانوا يامنوا لنا كل متطلباتنا، خاصه انه نحن خلقنا بفتره كانت صعبه، يعني او ربينا بفتره كانت صعبه كثير، هي فتره الحرب اللبنانية. يعني مزبوط. أنا كانت كل الناس ظروفها سيئة بوقتها، كل الناس يعني، ونحن من اللي كانوا عايشين بقيوا بهالبلد رغم كل التحديات ورغم كل الظروف الصعبة، وعشنا وتعلمنا تحت القصف والضرب والملاهي بالملاهي. قديش اليوم المهام اللي أكلت لك أنك تكون سفير النوايا الحسنة بتشبه الظروف اللي أنت تخطيتها واللي اليوم الحمد لله أنت شخص ميسور الحال، ولكن مشروعك أنك أنت تدعم هذا المشروع أو هذا الإنجاز بأنك تحسين الأوضاع المعيشية؟ للحقيقة أنا أخذت يعني ألقاب كثير بحياتي، وحكينا عن الألقاب، يمكن أكثر لقب أنا فخور فيه أو سعيد فيه هو لقب سفير للنوايا الحسنة، لأنه لقب إنساني، وهذا اللقب الوحيد اللي بحسسني بإنسانيتي إذا بدك. وبالنسبة لألي هذا اللقب هو دافع لأني سابر أكثر بنشاطات خيرية وإنسانية بس إنما هذا اللقب ما أجا أو أوكل لألي إذا بدك، لأنه أنا هيدا مشروعي بالأساس أو هيدي رسالتي بالأساس. يعني أنا من بداية مشواري الفني من أو بداية انطلاقتي ما ولا يوم ترددت بتلبية أي جمعية أو مؤسسة خيرية، كان بلبنان أو بسوريا أو بالأردن أو بدبي أو بإمارات. صح. أو بمصر لعديد من النشاطات. فأنا دايما بحس حالي كإنسان هي واجباتي، خاصة بظل هيدي الظروف والمراحل اللي مارقين فيها التعيسة اقتصاديا واجتماعيا وإذا بدك من كل النواحي. طيب شو المشروع؟ يعني شو الخطة؟ هلأ هيدا المشروع اللي هو هلأ عن جديد اختاروني المنظمة الأمم المتحدة لأن أكون سفير لبرنامج البرنامج عاملينه بلبنان اللي هو عيش لبنان. وطبعا بداية استعدادي بتشكرهم على ثقتهم في انه اختاروني يكون سفير هذا البرنامج. اهم ما في هذا البرنامج هو انه اول شيء ما في تفرقه بين فئه وفئه ولا طائفه ولا طائفه اخرى او منطقه عن منطقه اخرى. والحلو بهذا البرنامج انه كل منطقه تقدر هي تطلب شو الخدمه اللي هي او رئيس البلديه او القيم على هذه المنطقه بيقدر هو يطلب شو ال ال الحاجة، يعني شو الحاجة تبعهم. ممكن يكون في عنده مدرسة بده يأهلها، ممكن يكون عنده ملعب بده يأهله، ممكن يكون مثلا بالهرمل بمناطق بالهرمل. علما نحن بيتقدم لمنظمة الأمم المتحدة لهذا المشروع، لهذا المشروع، وهذا المشروع بكلف ناس تدرس طلبات هالمنطقة وبتتأمل الحاجات. أكيد بتتأمل الحاجات. هل أنت بتوافق كمان على هذه المشاريع؟ يعني جزء من دورك أنك أنت توافق تقول إيه ولا لأ، ولا لأ أنت بتكتفي بس برعاية هذه المشاريع؟ أنا واجباتي لهذا المشروع كسفير. أنا سفير لهذا المشروع ايه. أو شو هي المهام اللي بتقوم فيها بالضبط؟ أول شيء تسليط الضوء لهذا البرنامج، وبعدين هذا البرنامج ما بيستمر إلا بتبرعات من الناس اللي هي يعني الناس المفضلة والناس اللي هي فعلا بتحب تساعد لنشاطات من هالنوع. في شغله كثير مهمه بهذا المشروع بدي احكي عنها، انه بتقدري انت من خلال الانترنت تفوتي على هذا المشروع تختاري المشروع اللي هو بخص، يعني تشوفي المشروع اللي انت يعني فيك تتبرعي لهذا المشروع، ولكن ما يكون تبرعك يمكن لمنطقه انت بعيد كثير عنها. فيك تقولي انا بدي اتبرع لمنطقه بجنوب، بتشوفي المشروع اللي بجنوب بيتم توجيهك لمشروع معين. صح، يعني حلو. بتختاري انت المشروع، مش ضروري يكون تبرع للمشروع اللي هو بشكل عام للمشروع كله. فيك تحددي انت بدي اتبرع انا لعكار، بدي اتبرع انا لطرابلس، بدي اتبرع انا يعني هن المشاريع اللي هن قيد الدرس. هلا هل بصير في تبرعات؟ في مشاريع كثيره، مش مشروع واحد واثنين، في مشاريع كثيره. انا علي تسليط الضوء لهذا المشروع اول شيء. هلا في حفل عامله انا، انت بتعرفي خلصت المسرحيه، ولكن نحن جددنا بناء على طلبهم اربع ايام، ومفروض انا جدد شهر بس بوقتي انا ضيق ماني قادر. ففي اربع ايام 8 ايار
في أربعة أيام رح أجددهم صح؟ مزبوط. في يوم من هودي الأربعة أيام رح أجددهم رح يكون لبرنامج عيش لبنان، يعني رح المدخول كله تبع هيدي الليلة نشيله نقدمه لهيدا البرنامج اللي هو أنت بتعرفي بتساعد الصالة حوالي 1000 أو 1200 شخص. 1200 شخص مزبوط، كازينو لبنان. بكازينو لبنان هيدي الليلة رح تكون هي مخصصة لهيدا البرنامج. أنت لبناني ولبنانيتك نافرة، هل العمل السياسي بالمطلق يغريك؟ لأنك أنت كاركتير ممكن يغير شيء إذا كان بالسياسة، إذا كان بمجلس النواب، إذا كنت وزير. لا 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 تغريني السياسة ولا أطمح للسياسة، ولكن يستفزني ما يحصل في الشارع. يعني يمكن من منطلق أنه قلت لك قبل نحن عشنا الحرب اللبنانية ومن خوفي على هالبلد وخوفي على تكرار التجربة هي ذاتها ومن خوفي على أولادي وعلى مستقبل أولادي، بتستفزني الحالة اللي عم بتصير والوضع الحاصل. ما نفع أن تستفز وأن لا تغير أي شيء. لا عم غير، مين قال لك؟ دائما نحن بنطلع بنحكي. وعاد تفكري إذا حكينا يعني صوتنا مش واصل. طب كيف تحدث فرقا؟ قلت لك من خلال لقاءاتنا، من خلال جلساتنا، من خلال تنبيهنا، من خلال عم بحكي الإعلامية مش عم بحكي جلساتنا الخاصة. من خلال تنبيهنا للشباب اليوم، أنا دائما ما بترك فرصة إلا وبحكي بموضوع، يعني وخاصة نحن هلا مرقت الذكرى اللي إن شاء الله بتنذكر ما تنعاد اللي هي 13 نيسان من صح. كم يوم يعني، وبعد في ناس بتحكي بالمذهبية والطائفية، يعني إذا ما شافوا اللي حصل، اللي بيحكوا بالمذهبية والطائفية، إذا ما شافوا اللي حصل ب 13 نيسان وما بعد 13 نيسان، بعتبرهم هدول عندهم معميين البصيرة. من شو خايف على لبنان؟ أكثر شغلة بتخوفني هي المذهبية والطائفية، وبعتبر أنا إذا لا سمح الله حصلت هيدي رح تكون القاضية علينا وعلى لبنان. لبنان بعد 3 ملايين ولا 5 ملايين ولا 4 ملايين ما راح يتحكموا فينا 1000 أزعر. هدول لازم نحطهم ببيوتهم ونقصصهم، ولا 2000 ولا 5000 ولا 10000 ولا 50000. هدول ما بيشكلوا شيء بالنسبة للشعب اللبناني. الشعب اللبناني الطيب الآدمي واللي بحب وطنه وبحب بلده أكثر بكثير من الزعران هودي اللي عم يجربوا يخلقوا لنا هيدي الفتنة والطائفية، وأكثر بكثير من هو السياسيين اللي لهم مصلحة بخلق هيدي الفتنة وخلق هيدي الطائفية والفوضى لحتى يستغلوا بعض الناس كرمال أصوات معينة ولا كرمال تأييد معين ولا كرمال يعيطولهم يا زعيم وما بعرف مين. هدول الألقاب اللي أنا ما بتعني لي ولا بحبها. قديش بتشتغل لهيدا البلد عاصي هيدا البلد؟ قديش بتشتغل لهيدا البلد بمواقفك هيدي وبمواقفك اللي هي غير معلنة، اللي هي بقعداتك بجلساتك بعلاقاتك مع الناس اللي هي تدير لبنان؟ لكن نتمنى نحن بالنهاية في ناس قيمة على هذا البلد، وفي ناس هن واجباتهم يديروا شؤون هذا البلد، وإلا ما كنا سلمناهم مناصب. واثق فيهم؟ في ناس عندي ثقة فيهم، في ناس بحبوا لبنان ووطنية وعم يشتغلوا للبلد من كل قلبهم، وفي ناس همهم الكرسي والمنصب أكثر من شو عم يحصل مع الشعب ومع الناس بالشارع. أنت إنسان متدين، بتصلي، بتصوم، مؤمن، تمارس طقوسك الدينية. مؤمن بدينه. كيف يكون الإنسان معتدل؟ إذا نحن بدنا اليوم عاصي الحلاني هو مثال لهذا الشباب المسلم، وأنت من الدين الإسلامي، أنت مثال لهالشباب المسلم، كيف بيكون الإنسان معتدل ويحافظ على دينه وطقوسه وعلى دينته وعلى آخرته؟ أنا مع ممارسة طقوسنا الدينية، كل حدا منا يمارسها مثل ما هو بده، بس ضمن بيته، ضمن الجامع، ضمن الكنيسة، ضمن مكانه الخاص فيه. ولكن أنا مع التعايش، مع الانفتاح على كل الأديان، وأساساً ديننا هيك، ديننا هيك طبعاً. وأنت اخترت زوجي من غير دين يعني، وهيدا يعني كمان أكبر دليل على التعايش في البيت الواحد. يعني إذا بنرجع لورا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزوج قبطية، مش يعني، وهيدا دليل على التعايش، هيدا ليأكد للناس أنه بتقدروا تتعايشوا مع بعضكم وتقدروا تتزوجوا من بعضكم. بالعكس،
يعني أنا مثل ما قلت لك أنا مؤمن برب العالمين، أكيد فخور بديني، ولكن الدين إنسانية، الدين تعامل، الدين محبة. إن كان سيدنا المسيح عليه السلام نادى بالمحبة، وإن كان سيدنا محمد نادى بالمحبة، كل الأديان السماوية نادت بالمحبة. هذا القتل اللي عم بيصير وهذا الذبح، هذا الدين هيك بيحكي؟ هاي الأديان اللي إذا كان هيك الدين يعني مستحيل يكون في دين على نزل على الأرض ليقول لناس تقتل بعضها وتذبح بعضها. أنا هذا الشيء اللي ضده، وأنا منفتح على كل الأديان وبحب كل الأديان وبحترم كل الأديان وبسمع للكل وبعتبر الدين هو إنساني وتعامل. إذا أنت مؤمن بالحظ فهو موجود، ولكن كل ما بتشتغل كل ما بتلاقي الحظ حواليك أكتر. في ناس بتشتغل لتشتغل، وفي ناس بتشتغل لتعمل فرق. عاصي السنة بتحتفل بالسنة 25 يعني لدخولك عالم الفن. أنت من الأشخاص اللي بحبوا يعملوا فرق، بحبوا يكونوا ما يمرقوا هيك مرور الكرام. شو اللي عملته فرق بي إذا بدي أقول 25 سنة أحدثت فرق بالفن في لبنان؟ شو عملت؟ شو الفرق ببعض الأشياء أو بعض الأنماط الغنائية اللي قدمتها أنا، اللي هي كانت إذا بدك محلية أكتر من يعني ما كانت كتير معروفة عربياً. في بعض الأنماط يعني مثل اللون الفولكلوري اللي أنا ابتديت بأدائه، وكان هذا اللون محلي إذا بدك يعني اللي كان على الهوارة على سعيد ضياع، نشرت الهوارة بالدول العربية سعيد ضياع، مش بس هوارة، ما بحكي هوارة أنا بس بحكي كفولكلور على بأنواع مختلفة. كان ينقص الفولكلور اللبناني الانتشار؟ لا، هو كان منتشر، ولكن في بعض الأغنيات أو بعض الأنماط الغنائية بالفولكلور كانت بعدها محلية. مثل يعني إذا بدي أقول هيدا النمط هو اللي ساهم بنشره عاصي الحلاني، بيكون شو؟ يعني إذا بترجعي لورا، إذا بدك تبلشي من الهوارة فيك تبلشي من الهوارة، وفيك تبلشي من 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 أيام بعد استوديو الفن، أوكي، بس حتى ما بعد قدمت أعمال غنائية أنا يعني هي نابعة من الفولكلور، ولكن هي كلمات نزار فرانسيس وألحاني أنا، ما كانت كتير معروف هيدا النمط الغنائي برا، مثل صوت الحدا، مثل على العين طلت بالتوب البداوي، مثل هلا بمسرحيه شمس وقمر الاغنيه اللي انا لحنتها اللي هي ميلي بعباكي. هذا ستيل الغنائي كان ستيل محلي او نمط محلي او معروف على صعيد ضياع عندنا بلبنان، اللي هو شوي بعلبكي يعني، هو لون بعلبكي اذا بدك ايه، قولوا له شروقي مزبوط، لا لا يعني لون الحدا، الحدا ايه. اوكي، رجعنا نحن من كلمات نزار طبعا والحاني انا وتوزيع بعض يعني في موزعين عدة اشتغلوا معي بهذا النوع الغنائي، حتى لون إذا بدك يعني كان معروف الفولكلور أو هذا الستيل هو معروف على أنه للدبكة أو للشعبة، حتى عملت من هذا اللون نمط غنائي كمان رومانسي شوي، كمان قريب للرومانسي مثلا مثل حالة قلبي، مزبوط، حالة فيها قلبي فيها ولف وانت عني بعيد، فيها يعني بتسمعي صحيح عم تسمعي نفحة فولكلورية ونمط فولكلوري، بس بنفس الوقت عم بتحسي عم تنطربي بهذا اللون الغنائي. أنا بالفولكلور خليت الجيل الجديد والشباب والصبايا بالنايت كلاب يسمعوا الفولكلور ويحبوه بأعراسهم بأفراحهم، صار يعني كل حدا بده شب وصبية بده يتزوج صاروا يطلبوا صوت الحدا أو يطلبوا على العين لحتى يعملوا الزفة عليها، وهذه الشغلة أكيد بتسعدني أنا وبكون فخور فيها. بغمضة عين اوكي مرقوا 25 سنة، هل بتفكر أو تستعد أو بعرف بتفكر للحظة بتقبل لحظة التنحي؟ لما بلاقي حالي مش قادر أعطي أكيد دايماً دايماً بالآخر في آخر في وقت فراق، يعني كل فنان له وقته أكيد، وأنت تسلمت الأمانة من وديع الصافي
وهذا الشيء شو اضاف لك كعاصي الحليني كإنسان هذه الأمانة او هيدي المسؤولية؟ بفضل اني اتنحى وبفضل اني ابعد واترك المجال لغيري، لانه مثل ما انا بيوم الايام عملت بصمة بعالم الغناء او بالفن اللبناني، كمان حيجي غيري ويعمل بصمة، وهيدي الدنيا في ناس بتجي وناس بتروح. كيف تنظر انت كفنان مكتمل الشعبية ومكتمل الجماهيرية لمحاولات، سميها محاولات الفنانين الجدد بدخول الفن، واليوم الطريق غير قبل، يعني قديش انت مستعد للدعم، او قديش بينك وبين حالك بتقول عاصي خليهم هن يشقوا طريقهم، يعرفوا نحن تعذبنا تلوعنا، اليوم اللي صحح لهم ما كان صحح لنا، قديش فيها اثنين؟ قديش بتدعم او قديش بتقول لا خليهم هن يمشوا درب الشوك، لانه ما بيوصلوا بلا ما يمشوا بهذا الطريق؟ لا هو منقول هيك، بس بعض الاحيان قلبنا ما بيطوعنا. مثل اذا بتقولي لابنك مثلا بيكون بده يظهر، بدك لتقص انه لتخليه يتعلم انه لا ما في ظهر اليوم لانه امبارح ظهرت، ترجع بعد شوي لا شعوريا بتحني. مزبوط. انه طب ماشي اليوم خليه يروح، او خذ السليلات. عرفتي كيف؟ بس هودي مش اولادك. ايه. هل انت بتعتبر الجيل الجديد اولادك يعني؟ مش اولادي. لا تكبر حالك هلا. انا اعطيت تشبيه مش لا. يعني الشباب اللي عم يطلعوا ما بعدنا في منهم انا تربطني علاقه فيهم، يعني او اذا بدك احكي عن مراد بوريكي اللي انا طلع معي من برنامج، صرت اذا بدك فيه اعتبره هو فنيا مثل كانه ابني. يعني موهبه تبنيت موهبته. بتخاف حدا تساعده ينافسك يوم من الايام؟ لا 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 لا، ما بعتبر انه في حدا بيقدر يزيح حدا او ياخذ من حدا، كل واحد له بصمته، بس للاسف في بعض الشباب. لا لانك انت كثير ماكن عصي، هيدا نوع من الغرور، ولا لانه لا في كثير ناس زاحت ناس؟ في كثير ناس زاحت بيكون ناس. من تقصير الناس اللي انزاحوا، مش لانه هودي اللي اجوا مهمين، لانه حلو الجواب. مقصرين حلو. اللي هن راحوا على جنب هن مقصرين، طالما انا عم بعطي ومجتهد ومثابر وبلاقي حالي قادر كون بالصفوف الاماميه، ما بتصور في حدا يقدر يشيلني بكل تواضع. عاصفي. وانا ما في بعض للاسف، بس لكفي كنت سالتيني انه على شو بتقول لهم، في الشباب كثير من اللي موجودين بتلاقي كثير قليل عم يصير في نجوم، لانه صار في كثير تقليد، ما في حدا عم يعرف ياخذ شخصيه وكاركتر لإله لحاله، مشان هيك بتلاقيهم بيطلعوا بيغنوا بينجح غنيه بينجح غنيتين وبعدين بتلاقيهم بيروحوا، ما عم يستبروا، ما عم بيعملوا بصمه، لان ما عم يقدروا يخلقوا لون خاص فيهم هن، ما عم يقدروا يخلقوا قوية. شخصيه لإلهم لحتى يبرزوا. ليش ما عم يقدروا؟ يعني في عنا هيدي الدغري بتكبر الخسه. درج الخسه هالايام ما بعرف ليه. عاصي في شيء ببرامج الهواة مثل ذا فويس اللي انت شاركت بلجنه التحكيم، في شيء بالظاهر وفي شيء انا ما بكتفي دائما باللي بشوفه، انا بدي اشوف يعني اول شيء في تحدي انه تقعدوا اربع نجوم، عاده النجم يتفرد بالمسرح بيوقف لحاله، ما في حدا قدي ولا في حدا حدي، ما في حدا معي، هون قعدتوا أربعة نجوم بتتساوى كل الناس بهالكرسي، وقعدتوا وتحملتوا بعض وتحملتوا حتى يعني الحمد لله ما كان في حدا سئيل فينا نتحمله. كلنا كنا قراب لبعض وكلنا كان في توازن بيناتنا. بس في شيء تاني تحملتوه، هو بالعلن في منافسة على المشتركين، ولكن بالباطن في منافسة بين بعضكم، وهيدي ما تقلي انها ما كانت موجودة. بلا كانت يعني اليوم انت فكري اليوم لما كنت انا اتحدى لكاظم او لصابر او لشيرين واطلع اتحدى واحكي هيك اقول الرادي ما كنت بحنيها عم بتحدى انه انا بدي اربح. وقعد فكري بلحظه من اللحظات ما كنت مفكر انه انا بدي اربح، وقعد فكري ما كان ولا بلحظه من اللحظات كاظم او صابر او شيرين عندهم شك بانه مش هن اللي حيربحوا، كان كل واحد منا عم يشتغل لحتى هو يربح. لاحظت انه عم تقول تربحوا، يعني مش مراد بوريك اللي ربح، عاصي الحلاني اللي مثل ما كان في منافسه بين المشتركين كان في منافسه بين المدربين. عاصي ايمتى بتتراجع خطوه الى الوراء لتقدم خطوه الى الامام؟ عند نجاح كل عمل بقدمه، يعني لما بقدم اي عمل وبينجح برجع لورا وبستعيد نشاطي اذا بدك، وبفكر كيف ممكن ارجع اقرب لقدام. هل لو انلعبت شمس وقمر على يعني مدرج بعلبك
كان وقعة أقوى من هيك برأيك؟ هو دايماً لما بينعمل أي عمل مسرحي بأي محل بالمدينة ببيروت، خلينا نحكي على صعيد لبنان، بيكون طموحهم أنه يطلعوا على بعلبك، لأنه دايماً بعلبك بتعطي واج، بتعطي زخم للعمل، إلى واقعة ورهبتها طبعاً. هو بعلبك شرف لكل عمل طبعاً أنه يكون ببعلبك، فهذا شيء طبيعي بأنه بعلبك وهياكل بعلبك وعظمة بعلبك كانت حتعطي دفع أكبر للعمل. اللي حمسك هو المسرح ولا الرسالة من خلال النص اللي هو يعني عاصي عمل مسرحي بزمن الثورة، تحكي عن الثورة وعن انقلاب الشعوب على الحكام؟ مش أنا مزبوط؟ اللي حمسني بالدرجة الأولى أني كون بهذا العمل، أول شيء حبيت الموسيقى، حبيت الفكرة، وحبيت التغيير اللي بيقوم فيه هيدا البطل، ولكن قلت لهم بأحد اللقاءات تغيير بلا حرق دوليب، يعني أنا ضد التغيير اللي فيه تشويه، يعني مش دايماً البرودة هي بتغير أو المدفع أو الدبح، لا بالعكس، بنقدر نغير من خلال أرائنا، من خلال فكرنا، من خلال الألم، من خلال يعني. وأنا مع هيدا التغيير اللي هو ما في إراقة دماء. عاصي، إذا وقتك محدود بالفن والحياة، شو الأشياء اللي بتختصرها بهالفترة الزمنية؟ كيف بتحدد أولوياتك؟ الشيء اللي عملته بحياتي وبحب أرجع أعمله، ولو كل سنة بعمله بقول لك بطمح أني أعمله، هو أن أوقف على خشبة مهرجانات بعلبك الدولية. حلو. بالحياة؟ الله، يعني العمر المديد، بس هيك لواحد عرف انه وقته محدود شو بيعمل؟ شغله اعملها، افرح باولادي اهم شيء، يعني هي احلى امنيه بالنسبه لي انه افرح باولادي وشوف مستقبلهم منيح. الله يخليك. الماضي مهم لا تتعلم منه من دون ما توقف عنده ولا تندم على شيء مرق. الحاضر قوته بأنك تعيش اللحظة. أما المستقبل ليش مهم؟ لأنه نحن فيه منكمل حياتنا. وحدك تحكي قصتك وكلنا رح نسمعك.